صلة عامة، شايفة إن أنت يا برج السرطان هتهتم شوية بالعبادات، بالصلاة، بالصوم، بالزكاة. شايفة إن أنت بتحاول تعمل لنفسك حاجة لمستقبلك، لوضعك كمان شهر، شهرين، سنة، سنتين، حاجة ليها علاقة بتوقيت، يعني حاجة ممكن مثلا شهادة استثمار، أو يعني هتعمل حاجة هتقبضها بعدين، أو هتملكها بعدين. فشايف إن أنت بتفكر في حاجة زي كده. أوكي، قيسوا على ده أي حاجة بقى ممكن تشوفوها فيما بعد، أو أنتوا بتشتغلوا عليها فيما بعد. تعالوا نشوف أخبار طاقة المال والعمل يا برج السرطان، أخبارها إيه؟ طاقة العمل، طاقة العمل، شايفة ان انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تنتهز فرص متاحة ليك، تطلع منها اكبر قدر ممكن من يعني المبالغ المادية. ممكن تكون بتشتغل في شغلك ده، بتدور على شغل تاني، فبتحاول تدور على شغل تاني، والسعي يمكن الشهر ده مش جاي معاك سكة يعني. اوكي، الموضوع ده هيتحل، او الازمة اللي عندك في الشغل دي هتتحل خلال 4 شهور او 4 اسابيع. تمام، الطاقة بتاعت العمل بتقول ان انت في حد على طول بيحاول ان هو يوقعك، يعني حد كل ما بتحاول ان انت يعني تحوش فلوس يجي ياخد منك الفلوس دي يكنسلها عليك. او ممكن يكون الشخص اللي قدامي ده حد كده اصلا، بيوقف لك سعيك، بيوقف لك يومك، بيقفلك كل ما تقوله على مشروع او تقوله على حاجة تلاقيه قفلك، مش عايزك تكمل حاجة. الطاقة بتاعت الشخص ده سلبية جدا. طاقة المال، شايفة ان انت بتحاول تحوش فلوس، بتحاول بس انت مش عارف. طيب، ده النص التاني من شهر يناير، ماليا وعمليا. طاقة الدراسة، طاقة الدراسة، شايفة ان انت كان في حد على طول متحكم فيك، بيحاول ان هو يقولك ذاكر على طول، او بيضغط عليك نفسيا. تمام، شايفة ان الشخص ده الايام اللي جاية هتلاقيه في حاجة تانية، مش هيفضل ان هو ينتقدك زي الفترات اللي فاتت. كانت فكرة ان هو بيقولك ذاكر دي بالنسبة لك بانتقاد، يعني مش بيقولك ذاكر عشان مستقبلك، لا، اللي هو ذاكر عشان انت فاشل، كان حد بيقول كده على طول. لا، ما تركزش مع الناس دي، ما تركزش مع حد بيزقك لقدام بطريقة سلبية. حاول ان انت تثق بنفسك اكتر من كده يا برج السرطان. انتوا قاموا بنفسكم يا جدعان، انتوا اصلا شاطرين، بس يمكن الناس المحيطة بيكم هي اللي بتوصل معلومة غلط، او انتوا عشان حساسين زيادة في درجة استقبالكم لأي حاجة. الأيام دي بالذات بتبقى صعبة عليكم ان انتوا تستحملوا أي كلمة، ممكن على طول بتاخدوها بطريقة يعني سلبية بسبب الضغط اللي عليكم نفسيا. ممكن يكون فعلا الشخص ده أفكاره سامة، بس اللي أنا شايفينه ده مش حد من الأهل، يعني ده مش أهلك أصلا. ممكن يكون مدرس، ممكن يكون حد قريب من بعيد، مش مامتك، مش باباك، مش اخواتك، حد ليه علاقة بيك من بره. طيب، تعال نشوف الطاقة اللي بعد كده. الطاقة الرابعة بحسب قناة هيبوتارو لأعزائي برج السرطان هي طاقة البيت، الأصدقاء، الدايرة المقربة منك يا برج السرطان. الطاقة بتقول إن أنت في حاجة قريب هتنكشف عن شخص من برج سرطان، من برج عقرب. تمام، الشخص ده كان مخبي عليك حاجة، مش عايز يقولها لك، مش عايز يعرفها لك. انت هتعرفها من شخص قريب منكم انتوا الاتنين، يعني ممكن يكون طرف وسيط بينكم انتوا الاتنين. شايفة ان يعني الشخص ده انت اللي عرفت عنه السر ده، انت كنت بتديله من روحك، بتبذل من روحك عشان الشخص ده يبقى كويس. طب العلاقة ايه، او الموضوع ده عن ايه؟ الطاقة اللي قدامي بتقول الموضوع متعلق برزق، بمال، بحد انت كنت شايفه كويس قوي وبتتعامل معاه كويس قوي، بس هو عنده وشين، بيتعامل معاك بوشين.
بيتعامل معاك ان هو حلو وكويس وصاحب وكل الحاجات، بس بيجي بعد ما بتمشي اكتر حد بيقطع في فرويتك يعني. طب الموضوع ده هيخلص لصالح مين؟ هيخلص لصالحك، بحيث ان انت هتبطل تعمله ايقونة وتفضل تقف وتشاور ان ده صديق صح او حد، او حد كويس او حد جدع انت كنت بتعتمد عليه في يوم من الايام. وشايف ان انت بعد كده هتحاول تنقي الصحبة بتاعتك كويس، يعني اي حد هيبقى موجود في محيطك هتحاول ان انت تنقيه بقى، اللي هو انا مش عايز حد تاني يضايقني، مش عايز حد تاني يعرف اسراري وبعدين يعني يفضحني بالمنظر ده. شايف ان هو كان بياخد منك الكلام وينقله، شايف ان هو كان بياخد منك فلوس ويضيعها، شايف ان هو حد كان من نوع اللي هو مصاصين الارواح او مصاصين الطاقة، اللي هو تقعد معاه تحس ان انت دايخ. بس انت هتخرج من الطاقة بتاعته قريب، يعني الشخص ده هيخرج من حياتك. الطاقة اللي حواليكوا سموها برج السرطان، كلهم بيسحبوا الطاقة بتاعتك. عشان كده انت بتقرب من ربنا، عشان كده انت بتحاول يعني تجدد العلاقة بينك وبين ربنا تاني. طب تعالى نشوف الطاقة العاطفية كده أخبارها ايه. طيب الطاقة الأولانية معانا بحسب قناة فيفو تارو هي طاقة سنجل برج السرطان. طاقة سنجل برج السرطان شايفة إن في حد هيعبر لك عن حبه قريب. الشخص ده، الشخص ده من برج ترابي، تور او جدي او عذراء. الشخص ده ممكن يكون كان بيجهز نفسه عشان لما يقرب منك يبقى في علاقة متاحة على طول، يعني ممكن الوقت اللي اتأخر بسببه ده ان هو ما ينفعش يبقى في علاقة بينكم انتوا الاتنين. بس اللي انا شايف ان هو لما هيجي يعبر لك عن حبه هيجي كمان يقول لك ان هو عايزك موجود في حياته فترة طويلة، مش يومين هتعدي يعني، يعني مش علاقة عابرة وهتمشي. طيب الطاقة اللي بعد كده هي طاقة مرتبطين برج السرطان بحسب قناة بيفوتار والأعزائي برج السرطان. طاقة بتقول ان انتوا يمكن مهتمين شوية في شغلكوا وانشغلتوا عن الشريك بسبب الشغل ده، ممكن هو يكون هو اللي مشغول عنكم، واحنا قلنا الطاقة ممكن تكون عكسية. بس شايفة ان هو شريك لو هو من برج ناري اوكي، هو هيحاول يصلح، هيحاول يصالح، هيحاول ان هو يعني على قد ما يقدر يشوف ايه المشاكل اللي موجودة ويحاول ان هو يصلحها، مش عايز الموضوع يفضل فيه مشاكل مستمرة كتير او يبقى فيه زعل بينكم كتير. لا شايفة ان هو على طول هيستدرك الوضع وان هو يبتدي ينبهك لو انت مثلا انت اللي مشغول عنه. العلاقة دي هتكمل بالزواج. طيب الطاقة اللي بعد كده طاقة منفصلين برج السرطان بحسب قناة فيفوتار، دي تالت طاقة عاطفية معانا. طاقة بتقول ان انت في طاقة شخص هترحل عنك، هو شخص من برج ترابي، ممكن يكون الشريك القديم طاقة برجه برج ترابي. الشخص ده بالظبط كان عامل فيك كده، كان مخليك حزين على نفسك كده، حاسس ان انت لوحدك، هو موجود ومش موجود. الشخص ده اذاك نفسيا، الطاقة بتاعته انت بتتخلص منها، يعني شايف انت بتتعافى منها. طب ايه اللي هيحصل قريب؟ حاليا انت هتحاول تتعافى فقط، يعني ال15 يوم اللي فاضلين في الشهر دول هتحاول ان انت تتعافى من وجعه، من همه، من مشاكله كلها، وتحاول ان انت
يعني تدور على حاجة جديدة تعملها ليها علاقة بسفر، ليها علاقة بشغل جديد أو نقل سكن. في حاجة أنت هتغيرها من حاجة لحاجة. ممكن يكون شغل، ممكن يكون مرحلة، ممكن تكون نقلة تانية في حياتك يا برج السرطان. الطاقة اللي بعد كده هي طاقة مطلقين برج السرطان، دي ربع طاقة معانا النهاردة لأعزائي برج السرطان من قناة بيبو تارو. شايفة إن أنت أوكي الأيام دي بتحاول على قد ما تقدر إن أنت تختار شريك، بس بتطلب ايد ربنا ان هو يختار معاك. المرة دي مش عايز تختار لوحدك، عايز ايد ربنا تبقى موجودة معاك في كل حاجة، حتى شغلك حتى حياتك. شايفة ان طاقة روحانية عالية قوي المرة دي في القراية برج السرطان. شايفة ان انتوا يعني عندكوا طاقة ان انتوا ترجعوا حاجات ضاعت منكم، بس الحاجات دي انتوا مش هتقدروا ترجعوها لوحدكم، عشان كده يعني بتطلبوا وبتسعوا جدا في طاقة روحانية. طيب الطاقة اللي قدامي بتقول ان انتوا سعيكم من الناحية الروحانية ومن الجهة الروحانية ان انتوا لما هتقربوا من ربنا قوي، طاقة السحر والحسد اللي موجودة في الطاقة بتاعتكم بتتقلب فعليا. يعني كل ما بتقربوا من ربنا كل ما طاقة السحر ما بتبعد عنكم، وطاقة الحسد والعين الوحشة اللي موجودة عندكم. في شخص من برج ترابي مضايقك، واخد منك فلوس، في مشاكل بينكم مادية. الأيام اللي جاية المشاكل دي هتنتهي. ممكن يكون ليك فلوس عند حد ممكن تتأخر، بس مش هيبقى فيه مشاكل، مش هيبقى فيه كلام بينكم انتوا الاتنين بقى كل شوية لا انا عايز فلوسي، لا انا عايز فلوسي، لا مش هيبقى فيه كده. اللي هو خلاص هتتفقوا على حاجة، على حاجة وسط بينكم انتوا الاتنين، وهتحاولوا على قد ما تقدروا ما تعملوش مشاكل. طيب اخر طاقة معانا النهاردة هي طاقة متزوجين برج السرطان بحسب قناة بيوتر، دي اخر طاقة معانا عاطفيا. الطاقة بتقول ان انتوا في حد قريب منكو، اوكي لو هو من برج هوائي الشخص ده كان بيحاول يحكي عنك كلام انت ما قلتهوش، وكان بيحكي للشريك ما كانش بيحكي لأي حد، ممكن كان بيحكي لحد ممكن من اهل الشريك كمان، من اهل زوجك او زوجتك، فالموضوع قلب بينكو بمشاكل. يعني ده طرف حد من برج هوائي. بس شايفة ان انتو الفرقة اللي كانت بسببه دي انتهت. يعني هو الشخص ده حاول على قد ما يقدر ان هو يخرب عليكو، بس اللي حصل ان انتو قلبتوا عليه هو ورجعتوا لبعض عادي. على فكرة عجلة الحظ موجودة في الطاقة بتاعتكو. يعني ايه؟ يعني اللي كان بيخرب عليكو بدل ما يخربها انتوا تصلحها او قربكم من بعض بطريقة انتوا ما كنتوش متخيلينها وما كنتوش متوقعينها. اللي كان قصده شر اتقلب لكم انتوا خير. ما بقولكم انتوا كل ما بتقربوا من ربنا اكتر كل ما بيحميكم. اوكي